لين أدركته ما دام هلا يلو لا أقتلنه ولين قتل فموت خيرت مسيد الليل لا أيه كلام الله سفر خواريت أمبي يعني وهي أجمعين حرفا بحرف حبت كذا ممع عن أبو سعيد وعلى غيري رضي الله عنه قال وفير أبو سعيد الخدري بعث علي بن أبي طالب بصدر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيه وهو صدر من اليمن اليمن وهو صدر بذهبة ذهب وكصدر لم تحصل على يعني لسافي جرين من ترابها تراب كذي على يسافي إليه في أدي من أيه كسر دري مقرود أو لمجدي مقار لمجدي وكسر دري واي إذن أيه كسر دري فقسمها نبي واقيبي ذهب كي مركو أيه بين أربعة نفر أفر من نبي واقيبي بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل إنك الأورنجري يوع القمة بالعلاسة أفر تعني من نبي واقيبي هل أدي ذلك سواء قيمة كبالله هيني تذكر مؤلف القلوب كهي اللي صدوا مأيو تذكر سنجل حراها اسكسين جري فقال الرجل من باوخه يري ومن أصحابي وأصحابتي سكملا لنك الرئان صاريت بوها باليس ذلك الرجل قريب عادم بوها بالإسلام وهو ضعيف الإيمان بوها ويكلنا وحان وهي نحن أنه أحقق وحد من بلبا أن نقوم نقول بهذا من هؤلاء إذن قاعد اللي فيه أنا لا كذا حق من بلبا إلا فيها كفعنا الهيد انت امو يريني كافر وليس قريب عاديه لان يدي سوى يبيلها ايمان كيسو الحوق يسلموها كما وحانه نحن انه حقك وحن يبلن بهذا ذهب كان من هؤلاء كوى الذي يماك لحن يبلن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي يا الله شيخ هذا الكيب القاري فقال وحير الا تأمنوني وانا امين من في السماء الا تأمنوني وارميين امينين والحال انا انه امين من معبود كيو وامنه على هذه السماء امره وسلطانه الهي سمده يعني ارنوه بيسكالها امام الكي سكرك امامه وحو البابا سوك لدبره الله تعالى يامنه ياتيني وحي ايما خبر السماء سمد خبر كيبه ايما صباحا يوم سام قلن وريه قلن دمو فقام الرجل من باكع غائر العينين اهي لو يسين بذي قد كجران مرحبا وهذه القوة سرع مصرف الوجنتين كوبت كيسية فريس ليسوي تابعين ناشز الجبهة مرتفع الوجنتين وعالي الجبهة وكوبت وهوية وجه يسلو وسبوري ناشز الجبهة ومن وجه يسوي تابعين كثل لحية قركيس وابنية المحلوق الرأس ومحيرية يعني قردير بولي ولا تابني المدخن واحيري مسمر الإنذاري غوز قنتي جنا كرب أقاتي وحيتي مرضي مسمر الإنذار واي من كر أقاتي فقال وحي يا رسول الله اتق الله ساسوس رسول الله يو إله كبا فقال وحي يري ويلك ورموك قاليه هلاك الله كبوريه أولست ميانا هين وحق أهل الأرض أرنوني إيه كي يلمك وحقني وبدن أن يتق الله إلهي نكبق يا قلت إلا حقني وبدن إنه إلهي كبق وايو قال وحي إلى أبو سعيد الخدري ثم ولى الرجل هذا الكامر كله هو جوابي وإسكتغي فقال خالد بن الوليد با وحي يا رسول الله ألا أدري بعنوك وقورك وكجلا بدي لكاس فقال وحي النبي الله وإياك قول لي لعله وحلق يا باي يكون يصلي إن تكلم يا لقي يا باي نجد عفوا عبادين قال خالد وحيري وكم من مسلم بدنا مي تكلم يقول باللسان قلبي سكشي ما ليس في قلبي يقول باللسان عرب كيس كأرنيه ما ليس في قلبي قلبي سواء كجل عرب إيمان كشي يوناجي لولي حق قلبي سكجل أنا مال فقال رسول الله وحي رسول الله عليه وسلم إني أنه لم أمر لي ما أمر أن أنقب إن أنجحه عن قلوب الناس تتك قلبه ولا أشق بطونهم على شر إن أنجحه عن أنه لي ما أمر ثم نظر وفيري الذي إليه ننكب فيه والحال واسب مقفل وياه مولي مجيستي سيس كسي صعبه أيه من نسلع أدوره فقال وحي إنه شادي يخرج وحا صبح دون من بئلئ هذا كان أسل في سوحك صبح دونه يجن في جيسا قوم قوم يطلون أخرين كتاب الله إلهي كتاب كيسا ربا
آية يكثرون ويبذلون من تلاوتي فلا تزال ألسنتهم رطبة به مركز القرآن كعرب كودو كقيه لا يجاوز حناجرهم كالحمان أولا في ماي القرآن كأي أقرن يعني يبع على فرد يوحى سميان وعرب ككلي وحوص الله في يمه إيمان كودو كالحمان مدى سبا آية كالحمام الدافئ يمرقون من الدين الدين كما يكبحيان كما يمرق السهم قمون كسيره وقبح من الرمي من الرمية مد اللقوق قنيه ما يسل اللقوق قنيه قمون كنتو كده عزمه وقده حد بجيه ساسو كان الدين كده بحيان